هذا هو. سي بوداود، انت في الكتاب هذا تقول كلمه، تقول لابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتوها من الشعب المغربي ومن ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الاولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعوهم ويعطيونا دراهم للجبهه. هذا من ناحيه الشعب. من ناحيه الملك ولا الملوك يعني، ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوا؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرطوشه واحده تطيح في بلادنا، تديوه روح ديريكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها انا مازال عقل عليها، جاب لنا قال لي شوف نهار فلان انه بوصوف يقضى المسؤوليه تاع الارمامو ورابيته مو جنرال، قدمني الحسن دو، قدمني السفير روسيا، قدمني السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال له كل ما قص السلاح ولا كذا سي منصور. سي منصور إيه ما دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نكرو، ما نقدروش ننكرو هذا، واش نكرو بالك الناس اللي ما على بالهمش يقول لك هذا راه يبالغ. انا ما نبالغش انه هذا تعشتها انت كمسؤول. أنا عشتها. وباش نزيد حاجه، انا ما كتبتش كتاب على الثوره الجزائريه، كتبت الكتاب على الشيء اللي شفته. شهادتك شهادتك في ميدان تسليح في الجهه الغربيه. الغربيه هذا هو. سي ان تيمونياج اي نون با يعني ليستوار. ليستوار ليستوار ليزيستوريان هما اللي يكتبوها.